السيسي يواجه باستمرار مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وتوفير السلع الاستراتيجية. تغيير وزاري في السودان يشمل 6 حقائب من بينها المالية والخارجية والطاقة. واشتباكات في البرلمان التركي بين الحزب الحاكم والمعارضة أثناء مناقشة قانون نقابات المحامين. الخامسة مساءً الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، والبداية مع باسم طبانة. باسم، أهلا بك نانسي. شكرا لك. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا، وفي البداية نذكر حضراتكم بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولوطننا العزيز مصر. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض مدى تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصة معدلات الاستهلاك المحلي وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية. وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، خاصة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مدى تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصة معدلات الاستهلاك المحلي وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية. فقد تمت الإشارة في ذات السياق إلى التأثر الذي لحق بقطاع السياحة على المستويين المحلي والعالمي نتيجة لجائحة كورونا، لا سيما مع الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق التي شهدتها العديد من دول العالم، فضلا عن التراجع العالمي الذي أصاب إنتاج العديد من السلع بسبب انخفاض الطلب وتأثر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بشكل ملحوظ. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، خاصة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة. كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعمل على معالجة هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم، حيث وجه السيد الرئيس بتقديم المزيد من الدعم وحزم التمويل لهذا البرنامج الذي يساهم في دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع، وذلك في إطار تربوي واجتماعي سليم، خاصة في المحافظات الأعلى كثافة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، وكذلك التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، وتجسد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وفي تقريرها أشارت المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية، كما حصلت على المركز 7 عربيا في عام 2020.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، مشيرا إلى وجود تكليفات من الرئيس السيسي بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية. جاء ذلك خلال استعراض تقرير حول موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بمحافظة أسيوط. ولفت التقرير إلى أن عدد قرى محافظة أسيوط التي استفادت من مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بلغت 60 قرية. في استجابة لإحدى الحالات الإنسانية، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري سائق التوك توك التي عرضتها وسائل الإعلام. كانت وسائل الإعلام قد أبرزت سلوك المواطن محمد صبري الذي اتسم بالأمانة والنزاهة لكونه عثر على حقيبة مجوهرات وبذل مساعي حتى أعادها إلى أصحابها. من جانبه ثمن رئيس الوزراء السلوك الإيجابي الذي قام به المواطن والذي يعكس حقيقة معدن المصريين الأصيل وأمانة هذا السائق، مضيفا أن الحكومة إذن تقدر هذا التصرف فأنها تحرص على علاج المواطن باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه له. كما شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء. ولفت رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة للملف وتنفيذ الإزالات من دون تهاون مع تطبيق القانون بحسم. من جانبه أوضح وزير التنمية محمود شعراوي أن الجهود المبذولة نجحت خلال الفترة من 25 من مارس وحتى 7 يوليو في إزالة نحو 15,000 مخالفة بناء و21,000 إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية. تسلمت محافظة الغربية أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة، وذلك بهدف تطوير البنى الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات. وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أن هذه الدفعة تنقسم إلى صيانة ورفع كفاءة بعض المعدات وتوريد معدات جديدة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقي المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها في هذا الشأن. تنظم الكلية الفنية العسكرية مؤتمرها الدولي العلمي العاشر في علوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة في المدة من 7 وحتى 9 يوليو عبر تقنية اجتماعات الفيديو، نظرا لانتشار جائحة كورونا بالعالم، وذلك في إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاق مواهب الابتكار والبحث العلمي لدعم وتطوير نظم التسليح المختلفة للقوات المسلحة. وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الباحثين وتقديم الدعم الكامل لكل أوجه التبادل والمشاركة العلمية مع الجامعات العالمية، حيث يعد هذا نهجا مستمرا للقوات المسلحة لمسايرة أحدث ما توصل إليه العلم. ويناقش المؤتمر ما يقرب من 226 ورقة بحثية في 47 جلسة أكاديمية، بالإضافة إلى عقد 6 محاضرات عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمتخصصون من المؤسسات العلمية المختلفة من 18 دولة. استقبلت مدينتا الغردقة وشرم الشيخ 3 رحلات طيران قادمة من دولتي سويسرا وأوكرانيا على متنها 594 سائحا في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجاري. ففي محافظة البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران قادمة من دولة سويسرا على متنها 134 سائحا سويسريا، كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتي طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنيهما 460 سائحا أوكرانيا. أعلنت وزارة الداخلية افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي بمحافظة 6 أكتوبر بدءا من السبت القادم. نقلة نوعية وتكنولوجية تشهدها المنشآت الشرطية
من خلال مراعاة الشكل الحضاري والجمالي عند الإنشاء وتصميمات داخلية تسهل تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، وهو ما تم مراعاته عند إنشاء المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، نقلاً من مقرها بمنطقة بين السرايات ذات التكدسات الكبيرة، وقادر على التعامل مع أنظمة النقل الذكي واتباع الأساليب الحديثة في تنظيم المرور. المقر الجديد الذي سيتم افتتاحه وبدء العمل به اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 11 يوليو، يضم غرفة عمليات مطورة تحتوي عدداً كبيراً من الشاشات المرتبطة بكاميرات مراقبة منتشرة بطرق ومحاور الجيزة لمتابعة الحالة المرورية وتلقي اتصالات الإغاثة المرورية من المصريين والأجانب على مدار الساعة والتعامل السريع مع الأعطال والتكدسات. تم استحداث نظام شاشة الفيديو، وهي شاشة تتبعية يمكننا من خلالها متابعة أماكن الكثافات أو الحوادث لا قدر الله، نقلها من على الشاشة الطبيعية لغرفة العمليات لشاشة الفيديو يمكن متابعتها دون الخلل بالعمل في غرفة العمليات. أيضا تم تخصيص رقم 136 رقم الإغاثة المرورية لسرعة توجيه الخدمات لمعاونة المواطنين في نطاق محافظة الجيزة. خريطة التفاعلية هو موقع خاص بوزارة الداخلية مرتبط بجوجل ماب لخدمة المواطنين. يتم من خلال الخريطة التفاعلية متابعة الحركة المرورية، وفي حالة وجود أزمات مرورية طارئة سواء كانت أعطال أو حوادث لا قدر الله أو مناطق أعمال، يتم الوقوف على هذه الأزمات وتحديد المدة الزمنية المستغرقة لنهاية هذه الأزمات. وعلى مقربة منها غرفة التحكم والمتابعة المزودة بأنظمة تكنولوجية حديثة لمراقبة الطرق وتتبع سير الحركة المرورية، فالغرفة مرتبطة بالرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق لضبط مخالفات تجاوز السرعات، كذلك أجهزة GPS المزودة بها الأوناش، وكذا كاميرات المراقبة بحوزة ضباط المرور لإحكام السيطرة المرورية. منظومة التتبع الإلكتروني اللي زودنا بيها معدات ومركبات التي تستخدم في العمل الميداني المروري بتمكننا من توجيه كافة المعدات المستخدمة ميدانياً على سبيل المثال الأوناش المرور لأقرب مكان يبقى فيه إعاقة مرورية أو تكدس. الإدارة تضم وحدة تراخيص الدقي، والتي تضم منظومة مميكنة متكاملة وتحتوي قاعدة بيانات إلكترونية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري، فهي مزودة بخاصية للنداء الآلي وأعداد كبيرة من شبابيك تقديم الخدمة لمنع التكدسات وأماكن لانتظار المواطنين وأخرى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكافيتيريا ومساحة واسعة لانتظار السيارات وأجهزة حديثة للفحص الفني، حيث يتم تطبيق نظام الفحص الفني الإلكتروني للسيارات باستخدامها. تم تجهيز وحدة الفحص الفني بأجهزة إلكترونية متطورة بتقوم بفحص السيارات دون تدخل بشري، وذلك للتأكد من سلامة المحرك، نسب العادم، مدى صلاحية الإطارات وصلاحية الزجاج، بالإضافة لإضاءات السيارات. ومن أجل تعليم قيادة السيارات وفقاً لأسس وأساليب حديثة، أنشئ داخل المقر مدرسة لتعليم قيادة السيارات مزودة بأحدث النظم والوسائل التعليمية والتكنولوجية التي ترسخ الأسس الصحيحة لقيادة السيارات وكيفية الالتزام بالقواعد المرورية السليمة حرصاً على سلامة مرتادي الطرق. المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمكوناته وتجهيزاته إضافة حقيقية لمنظومة العمل المروري الذي تسعى وزارة الداخلية نحو تطويره وميكنته لتحقيق الانضباط المروري بكافة المحاور والطرق. أعلنت داخلية تونسية إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية أخرى وتوقيف المتورطين. وقالت الوزارة في تونس في بيان لها إنها تمكنت من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، مؤكدة أنه تم إيقاف العنصر الرئيسي في العملية بإحدى المحافظات التابعة للعاصمة تونس، حيث أقرت بتبنيه للفكر التكفيري وتخطيطه للقيام بعمليات نوعية على شاكلة الذئاب المنفردة. Thank you.
عبر الهاتف المزيد من المتابعة. ينضم إلينا الآن من تونس سيد ناجح الموسوي الكاتب والمحلل السياسي. سيد ناجح، أرحب بك معنا في هذه النشرة. مرحبا، أهلا وسهلا. نعم، دعني أبدأ بتعليقك على بيان وزارة الداخلية التونسية من يعني إحباط محاولة إرهابية استهدفت بعض القطاعات السياحية والسيادية في تونس. نعم، هي كما وصفتها وزارة الداخلية التونسية في بلاغها صباح اليوم، هي عملية استباقية نوعية، لأنها استهدفت أحد العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي. فهذا العنصر الرئيسي الذي تم القبض عليه في هذه العملية هو يبدو أنه كان بالخارج وكان مقيما بأحد السجون بالخارج، ويعني تعامل مع بعض العناصر الإرهابية في السجن وعاد إلى تونس لتنفيذ عدد من العمليات التي تستهدف المنشآت السياحية على شكلة الذئاب المنفردة. ففي الحقيقة هذا نجاح أمني كبير جدا لتونس، خاصة في هذه المرحلة بالذات، مرحلة القطاع السياحي في أوجه، رغم أنه لم يكن مثل العادة بسبب جائحة كورونا، لكن في الحقيقة يعني الموسم السياحي ابتدأ، ومع قدوم السياح فربما مثل هذه العمليات لا سمح الله لو نفذت فإنها قد تعيد إلى الأذهان صيف سنة 2015 في مدينة توسا الساحلية. نعم. وتلك العملية الإرهابية الشنيعة التي اقترفها أحد الإرهابيين في حق السياح البريطانيين في تلك الفترة. نعم، هل تونس تمر بمثل هذه العمليات الإرهابية بين فترة وأخرى سيد ناجح؟ يعني ربما أسألك هذا السؤال على هامش ما يدور في تونس من مشاكل في البرلمان التونسي وما يتعلق بحزب النهضة. نعم، في الحقيقة أكيد أنه الشيء الذي أو الأحداث التي تجري بالبرلمان، خاصة هذه التجاذبات السياسية بين النهضة وبين بعض الأحزاب الأخرى، فمن شأنها أن تخلق بعض العنف السياسي، لكن التونسيون يأملون في أن لا يتحول هذا العنف السياسي إلى عنف يعني بدني أو عنف مادي في الشارع. فإلى حد الآن ما زال تحت قبة البرلمان، وكذلك التونسيون ايضا لا يأملون في عوده السيناريوهات السابقه، خاصه وان تونس شهدت هدوءا في الفتره الحقيقه الاخيره، خاصه على مرتفعات جبال القصرين وكذلك في مناطق سيدي بوزيد. تقريبا منذ سنه تقريبا او اكثر لم تشهد تونس عمليه ارهابيه، باستثناء ربما الحادثه المتفرقه التي جدت في محيط السفاره الامريكيه منذ تقريبا 6 أشهر. نعم. عندما فجر إرهابي نفسه يعني في محيط السفارة. لكن يعني في الحقيقة هناك مخاوف أيضا من أن يتحول ما تقوم به حركة النهضة وبعض الأحزاب ربما من تصارع داخل البرلمان إلى تغذية العنف في الشارع التونسي. نعم، هذا من جانب، ولكن دعنا ربما نسأل عن التوقيت أيضا سيد ناجح. يعني كيف ترى إذن توقيت هذه العملية، وهل من شأنها أن تزيد السخط من الشعب التونسي على البرلمان أو على حزب النهضة تحديدا؟ نعم بالتأكيد، يعني من ألطف الله أن الأمن التونسي وهو الذي خبر هذه العمليات حقيقة تمكن من إحباطها قبل تنفيذها في عدة مواقع سياحية حسب ما جاء في البلاغ، وكذلك بعض المصالح أيضا. لكن نرجو أن لا يتحول هذا العنف. نعم. أنا تفضلت منذ قليل يعني داخل البرلمان تحت قبة البرلمان كما قلت، يعني بمشاركة بعض الأحزاب الفاعلة، منها حركة النهضة، منها حزب الحر الدستوري، منها نعم. أيضا ائتلاف الكرامة. فهذه الأحزاب ربما يجب أن تتولى التهدئة الآن في خطابها حقيقة، حتى لا يمر هذا العنف يعني اللفظي المتداول تحت قبة البرلمان وهو غير مألوف حقيقة، يعني خاصة في الفترة النيابية السابقة كانت نعم. أكثر هدوءا من هذه الفترة، لكن الآن الأجواء متشنجة ونرجو أن تسير نحو الهدوء حتى يتمكن التونسيون من رؤية بعض القوانين التي يعني لازمت الرفوف لمدة سنوات حقيقة. نعم. تقريبا أكثر من 100 مشروع قانون ما زالت يعني لم ترى النور، وخاصة بعض الهيئات الدستورية أيضا التي نص عليها الدستور التونسي لسنة 2014، وخاصة المحكمة الدستورية التي يجب أن تتركز في القريب العاجل، وهو ما يستدعي هدوءا نيابيا عاجلا. صحيح. وليس آجلا. نعم، طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من تونس سيد ناجح الموسوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي استهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للقوات الحوثي جنوب ميناء صليف. وقال المالكي إن الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيرين تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية، موضحا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أكد أن لبنان يمر في الوقت الحالي بأسوأ وضع اقتصادي في تاريخه، مؤكدا في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري عقب لقاء عقده مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس أن هناك محاولات تقودها سلطة الحكم والحكومة لتغيير النظام الاقتصادي اللبناني الحر إلى نظام آخر والعمل على تأميم البلد وتحويل وجهته بحيث يصبح لبنان شبيها بالاقتصاد الإيراني على حد تعبيره. هذا وشدد الحريري على أهمية أن يشهد لبنان استقرارا سياسيا أمنيا وإقليميا، معتبرا أن بلاده تدفع حاليا أثمانا إقليمية لا يجب أن تدفعها، وأن شباب لبنان يهاجرون بسبب البطالة المتزايدة التي ولدتها حالة عدم الاستقرار. طالب وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان السلطات اللبنانية بالشروع في إصلاحات للحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي. وقال لودريان في مجلس الشيوخ الفرنسي يجب على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور، مشيرا إلى رغبة فرنسا في مساعدة لبنان، معلنا عن زيارته بيروت خلال أيام. وأكد لودريان أن الإصلاحات التي وعدت بها حكومة حسان دياب لم تجرى، خاصة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد وإصلاح النظام المالي والمصرفي، لكن لم يتحرك ساكن. وأبدى أيضا قلقه البالغ إزاء الأوضاع في لبنان. شهدت جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن ليبيا انتقادات حادة للتدخلات الخارجية وإرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا. وفي كلمته شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن مصر لن تتهاون مع أي تهديد للحدود، مشيرا إلى أن طرفا إقليميا يستمر في جلب المتطرفين الأجانب من سوريا إلى ليبيا. انتقادات حادة للتدخلات الخارجية وإرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، وتحذيرات جاءت في أغلب كلمات المشاركين في جلسة مطولة عقدها مجلس الأمن على المستوى الوزاري لبحث الأوضاع في ليبيا. وزير الخارجية سامح شكري شدد على أن مصر لن تتهاون مع أي تهديد للحدود، مشيرا إلى أن طرفا إقليميا مستمر في جلب المتطرفين الأجانب من سوريا إلى ليبيا. إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية مثلما تشير تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل يومي، ويزيد ذلك من تفاقم الوضع في ليبيا، إن الأمر يشكل تهديدا خطيرا لأمن الليبيين وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر المتوسط. إن هذه التهديدات تمثل خطرا واضحا وحاضرا على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشددا على ضرورة تفكيك الجماعات المسلحة ورحيل المرتزقة من ليبيا. في وقت أكد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس الذي ترأس الجلسة أكد أن الطائرات والسفن المليئة بالأسلحة والمرتزقة لا تزال تصل إلى ليبيا. كما كشف مندوب فرنسا عن قيام البحرية التركية بانتهاكات خطيرة لحظر توريد السلاح وما تم الاتفاق عليه في مسار برلين. وأمام التأكيدات على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات لوكالة انترفاكس أن الجيش الوطني الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار بينما تعول حكومة الوفاق على الحل العسكري. وفي الداخل الليبي وصف الجيش الوطني تطلعات الأتراك بالبقاء في ليبيا بأنها غزو واحتلال، وأشار إلى جاهزية القوات للرد على أي تهديدات. خلال الأيام الماضية زار وزير الدفاع التركي طرابلس ومصراتة. Over the past few days, the Turkish minister of defense visited Tripoli and Misrata. وألقى كلمة في جنوده وضباطه في المنطقة الغربية. And delivered a speech to his soldiers and officers in the western region. تحدث عن النوايا الحقيقية
وعن الأحلام التركية في الأراضي الليبية. He talked about the true intentions and the Turkish dreams and ambitions in the region. تكلم عن الإرث العثماني، تكلم عن الحق التاريخي لتركيا في ليبيا. He talked about the Ottoman heritage and the historic Turkish right in Libya. ولكن الأخطر هو قوله سنبقى إلى الأبد في الأراضي الليبية. But the most dangerous statement was him saying that they will remain forever in Libyan lands. وإذا نجح في ذلك ستكون ليبيا مثل القبرص الحالية التي تم استقطاعها من قبرص وأصبحت قبرص التركية. If this comes to pass, Libya will become the same as Cyprus, which has been taken away from the hands of the Cypriots. وهنا استعمار واحتلال وغزو. وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في ليبيا، يعول المجتمع الدولي على الحل السياسي لإنهاء الأزمة مستندا على مقررات مسار برلين وإعلان القاهرة، بينما تصر أطراف إقليمية على تحقيق أحلامها التوسعية ضاربة بعرض الحائط كل الجهود المخلصة لعدم تفكيك الدولة الليبية. انتقادات حادة للتدخلات الخارجية. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبول استقالة 6 وزراء من بينهم وزراء المالية والخارجية والطاقة في تعديل حكومي. كما أصدر حمدوك قرارا بإعفاء وزير الصحة وكلف آخرين بتصريف أعمال هذه الوزارات لحين تعيين وزراء جدد. كشفت مصادر سورية تعرض قرى وبلدان في شمال سوريا لانتهاكات صارخة من قبل تركيا وميليشياتها الموالية لها. وأضافت المصادر أن طائرات تركية شنت غارات على قرى في ريف تل أبيض فضلا عن اقتحامات خارج نطاق القانون لمنازل المواطنين المهجرين في قريتي تل محمد وعنيق الهوى شرق مدينة رأس العين في ريف الحسكة من قبل ميليشيات موالية لأنقرة، مشيرة إلى أن الميليشيات قامت بسرقة محتويات المنازل وقامت بحرقها بعد أن وجهت لأصحابها تهمة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي. طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب بدر الزيادي بعقد جلسة رسمية لمناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية تحت إشراف وحضور للجامعة العربية. وقال الزيادي في بيان إن استخدام تركيا للأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني هو أمر مرفوض وخرق لسيادة البلاد، مشددا على أهمية حل تكرار انتهاك السيادة العراقية جذريا. قال رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق ماركوس أغيوس إنه شعر بالصدمة من اتفاق شراء قطر لأسهم في البنك في محاولة إنقاذه من الإفلاس وسط الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في العام 2008، معتبرا الاتفاق خدعة مشينة. تتوالى فضائح النظام في قطر من تمويل وإنشاء جمعيات مشبوهة تحت غطاء العمل الخيري إلى دفع الرشا وإدارة عمليات لغسل الأموال. فساد قطر العابر للقارات كشفته التحقيقات في قضية بنك باركليز المفتوحة أمام هيئة المحلفين في لندن، والمتهم فيها مديرون تنفيذيون كبار بعقد صفقات زائفة مع صندوق الثروة السيادية في قطر للهروب سرا من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008 مقابل حصول الدوحة على إيداعات لرؤوس أموال قطرية للالتفاف على القوانين البريطانية. الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك باركليز قال في تصريحات لوكالة بلومبرغ إنه شعر بالصدمة من اتفاق شراء قطر أسهمها في البنك لإنقاذه من الإفلاس مقابل رسوم تقدر ب 280 مليون جنيه استرليني يتم دفعها لصندوق قطر السيادي، وصفا هذا الاتفاق بأنه خدعة مشينة. في حين قال رئيس التنفيذي السابق للبنك إنه لم يتم إخطاره بالرسوم المدفوعة إلى قطر إلا بعد سنوات بحسب صحيفة Financial Times. وعلى مدار الأشهر الماضية مثل 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز أمام هيئة محلفين في لندن
في محاكمة جنائية حظيت باهتمام واسع في الصحف البريطانية، وتعد من أهم القضايا الخاصة بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وتتعلق بمدفوعات لم يتم الكشف عنها عندما قام باركليز بجمع أكثر من 11 مليار استرليني من المستثمرين في 2008 بالتعاون مع صندوق الثروة السيادية في قطر لتفادي الإفلاس والتدخل الحكومي في ظل الأزمة المالية العالمية في هذا العام. شهد البرلمان التركي اشتباكات بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم أثناء جلسة مناقشة مسودة قانون قدمه أردوغان خاص بنقابات المحامين. هذا وقد أكدت المعارضة البرلمانية أن مشروع القانون يعبر عن استبداد النظام الحاكم، وهو ما جعل نواب النظام يشتبكون مع نواب المعارضة، وباتت مشاهد العراق بين نواب البرلمان مشهدا معتادا في ظل حالة الاحتقان السياسي والاستقطاب الذي تعززه توجهات الحزب الحاكم للانفراد بالحكم من دون تفعيل دولة القانون والديمقراطية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا السيد محمد ربيع الديهي الباحث في الشأن التركي. سيد محمد أهلا بك. تحياتي لحضرتك أستاذ المستمعين. أهلا بك. أبدأ معك بالاشتباكات في البرلمان التركي والتي صارت مشهدا متكررا، أخرها هذه الاشتباكات بين أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة أثناء مناقشة قانون نقابات المحامين، وهو شأن داخلي، ولكن أيضا الرفض من النواب في التدخل التركي العسكري في العراق وانتهاك السيادة العراقية. يعني لا ينفك أردوغان عن السيطرة، لا يستطيع السيطرة عفوا على المعارضة ولا إسكات المعارضة داخليا، حتى على الرغم من استخدام الاعتقالات وسياسة الاعتقالات في بذريعة الانقلاب منذ عام 2016. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني نشهد اختناقات داخل البرلمان التركي تكررت أكثر من مرة بسبب سياسات النظام العدوانية، سواء كانت في الداخل التركي أو الخارج التركي، ولكن هذه المرة الأمر كما أشرت حضرتك برغم عملية الاعتقالات المتكررة الذي يقوم بها النظام التركي الآن، إلا أن ما زالت المعارضة قوية، ما زالت المعارضة الآن تفرض رأيها على يعني أردوغان وعلى حزبه، خاصة في ظل تراجع شعبية أردوغان كبيرة. الآن أردوغان يثبت يوما تلو الآخر فشلوا في إدارة كثير من الملفات سواء في الداخل أو الخارج، حتى فكرة التواصل مع المعارضة بطرق سلمية أو الحلول السلمية هو يرفضها ويسعى إلى تضييق القمع وغيرها من الأمور. الآن أردوغان إخفاقاته في الداخل وإخفاقاته في الخارج كلها تؤشر إلى فرص أو يعني المعارضة القوية في إثبات وجودها وفي الوصول إلى الحكم، خاصة أنه يخشى هذه المعارضة لذلك ويستخدم القمع لتقليل فرصها من الوصول في البرلمان أو الحصول على أصوات كثيرة إذا جرى الأمر ووصلت إلى انتخابات برلمانية مبكرة أو انتخابات رئاسية مبكرة. أيضا شاهدنا أردوغان وهو يعدل في الانتخابات المتعلقة بالأمر، عفوا في القوانين المتعلقة بالأمر الانتخابي أو بتنظيم الأحزاب في تركيا، كل هذه الأمور باتت تثبت يوم تلو الاخر انتهاكات هذا النظام وعدم صلاحيته لي يعني اداره الامور. حتى استطلاعات الراي في تركيا تؤكد ان الشارع التركي ذات يدرك تماما ويرى ان النظام الحالي لا يستطيع اداره تركيا ولا يستطيع اداره الملفات سواء كان الملف الاقتصادي او السياسي لشقيه الداخلي او الخارجي. الان المعارضه باتت اقوى، باتت فرص المعارضه أقوى بكثير، لذلك هي تسعى إلى التواجد وإلى إبراز قوتها في المعارضة برغم امتلاك أردوغان الأغلبية داخل البرلمان. هو يمكنه أن يمرر هذه القوانين بهذه الأغلبية المتواجدة داخل البرلمان، إلا أن المعارضة تكشف هذه الأمور وتوضح للشارع التركي مدى انتهاك النظام لكل هذه القوانين والأعراف الدولية وغيرها من الأمور. نعم. طيب أيضا أردوغان والجيش التركي مني بهزائم ليست بالقليلة، وكانت نتائجها خسائر في الأرواح وأيضا في الجانب المادي للجيش، سواء من خلال الطائرات المجهولة التي قامت بالضربة في الوطية في ليبيا، ولكن أيضا في سوريا مؤخرا. البعض يتحدث عن ارتفاع تصاعد الاستفزازات
ربما الموقف يزداد اشتعالا بين روسيا وبين تركيا. يعني في الواقع أردوغان يدرك تماما أن طموحه في ليبيا لم يعد واقعيا، وأن كل ما تبقى له هي أيام معدودة في الداخل الليبي، وسيرحل لأن الشعب الليبي هو من يرفض هذه السياسات، وهو من يندد بها، وهو من يواجه أردوغان على الأرض. الدولة الليبية أو الشعب الليبي رافض بتواجد التركي، خاصة وأنه يدرك تماما أن النظام التركي بات يسعى إلى هدم الدولة الليبية وإلى هدم أركان هذه الدولة وإلى تفتيتها. نعم، لكن عذرا سيد محمد، هو حتى اليوم ما زال يرسل بمرتزقة من سوريا إلى ليبيا ولم يتوقف عن ذلك. هو لم يتوقف عن ذلك ولن يتوقف عن ذلك، لأنه يدرك أن ليبيا هي آخر معقل له في التواجد في الأراضي الليبية في المنطقة العربية، لأن خسارته في ليبيا تعني فشله الذريع في دعم الإخوان أو تنظيم الإخوان على مستوى المنطقة العربية. لذلك هو يسعى لدعم هذه الجماعة في ليبيا وتوطيد أقدامها. أيضا لا ننسى طموحه من التواجد في ليبيا، والذي يرتكز ربما إن أشرنا إلى أربع محاور أو ثلاث محاور أهمها إزعاج الدولة المصرية، أن تكون ليبيا هي ساحة جديدة للاقتتال بديلا عن سوريا، إضافة إلى أن تكون قاعدة للتواجد في أفريقيا، خاصة بعد أن فشل في الدخول إلى أفريقيا. أيضا سعيه إلى الاستيلاء على النفط والثروات الليبية من خلال احتلال الأراضي الليبية. أيضا إزعاج الدول الأوروبية بالتواجد في ليبيا واستخدام ليبيا كورقة ضغط بعد أيضا أن فشل في الاستيلاء على يعني فكرة غاز المتوسط، شرق المتوسط، خاصة وإن كنا نتحدث على أن ما زال هناك صراع دائر على منطقة غاز المتوسط، وتركيا ما زالت ترسل يعني التنقيب في قبرص، إلا أن هذا الأمر لن يستمر طويلا لأن المجتمع الدولي سيرفض هذه السياسات، وخاصة هذه نقطة غاية في الأهمية. يعني على الرغم من يعني هذه هي مبررات أردوغان، ولكن المجتمع الدولي لأول مرة ربما نرى هذا العجز الدولي في مواجهة دولة يعني تدعم وتصدر علنا لا سرا إرهابيين لدول أخرى، وتنتهك سيادة أيضا دول مستقلة ومن دون رادع، وتؤمن في الوقت ذاته ملاذا آمنا للقيادات، قيادات المنظمات الإرهابية، ويظل العالم يشاهد ولا يتحرك. ما هو المبرر؟ المبرر يعني مثلا لدى حلف النيتو على سبيل المثال أن تركيا هي دولة داخل حلف النيتو، ومنساق الحلف يمنع الدول الأعضاء من الاقتتال. أيضا النظرة إلى تركيا بأنها خط الدفاع الأول في مواجهة روسيا، وإن كانت الآن لم تعد هي خط الدفاع الأول بسبب سياسات أردوغان التي ربما غير متزنة، سواء اتجاه الاتحاد السوفيتي اتجاه الاتحاد الاوروبي او حلف الناتو او اتجاه روسيا حتى. يعني نشاهد اوقات او شهر عسل بين روسيا وبين تركيا، ثم يختلف الوضع لان سياسات روسيا تختلف تماما عن السياسات التركيه، وروسيا تسعى لفرض امر واقع وهو عدم وجود تركيا في المنطقة العربية، لأنها تدرك مدى خطورة هذا المخطط سواء على الأمن الدولي أو على الأمن الإقليمي في المنطقة، ومدى تهديد هذا للمصالح الدولية وفكرة الأمن الإقليمي. لذلك يعني هذا التضارب في المجتمع الدولي يعني يأتي لنظرة المجتمع الدولي أن تركيا لن تستمر أو أن أردوغان لن يستمر طويلا في الحكم، وان من سياتي غير اردوغان هم سيكونوا حلفاء الى اوروبا او حلفاء الى الولايات المتحده. لذلك يعني هم يعولون على انتخابات في تركيا في القريب تطيح بهذا النظام الذي فقد شرعيته سواء دوليا او داخليا بسبب سياساته القمعيه على الصعيدين الدولي والخارجي بانتهاك القانون الدولي والاعراف الدبلوماسيه. نعم، سيد محمد ربيع ديهي الباحث في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح المفصل، كنت ضيفي عبر الهاتف مباشرة، شكرا لك. طلب صلاح الدين دمرتاش القيادي الكردي المعتقل في سجون أردوغان كافة أطياف المجتمع التركي للاستفاف في وجه النظام الحاكم قبل انتخابات 2023. وفي سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على تويتر، دعا كافة الأحزاب السياسية للاستعداد للانتخابات التي قال إنها ستكون فرصة في إعادة تأسيس الديمقراطية بمعناها الحقيقي. هذا واعتقل دمرداش عام 2016 عندما كان رئيسا لحزب الشعوب الديمقراطية على خلفية تظاهرات 2014 الدامية احتجاجا على عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفا واضحا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب كوباني ذات الأغلبية الكردية في الداخل السوري.
أظهرت استطلاعات الرأي عن توقعات بتراجع الإنتاج الصناعي في تركيا بنحو 22.5% على الصعيد السنوي، وكانت الحكومة التركية تهدف لتحقيق نمو بنحو 5% خلال العام الجاري، غير أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تراجعاً عقب التوقف الحاد الذي شهده الربع الثاني من العام الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. قفزت الديون المتراكمة على تركيا إلى 240 مليار دولار في وقت تعتمد حكومة أردوغان على الاستدانة لإنقاذ الاقتصاد المنهار. المزيد في سياق هذا التقرير. ارتباك يسيطر على مفاصل الاقتصاد التركي تحت زعامة أردوغان، فعملة محلية قيمتها تتراجع وديون عامة أوشكت أن تقضي على اقتصاد البلاد بعدما سجلت أكثر من 240 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي. يبلغ نصيب الفرد من تلك الديون ما قيمته 2900 دولار في بلد يصل تعدادها السكني لنحو 84 مليون نسمة. الاعتماد على الاستدانة هو السبيل الوحيد للاقتصاد التركي، وهو ما فسرته الأرقام بعدما سجلت نسبة الدين الخارجي على تركيا نحو 43% من إجمالي الدين العام حتى العام الماضي. وفي مطلع العام الجاري حقق مؤشر الديون في تركيا ارتفاعا ملحوظا بعدما قفز الدين الخارجي خلال الأشهر الخمسة الأولى بنحو 14 مليار دولار ليسجل 100 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي الدين الداخلي خلال نفس الفترة بأكثر من 32 مليار دولار مسجلا 142 مليار دولار. مخاطر الديون على تركيا جعلت المؤسسات الدولية تتوقع الأسوأ للاقتصاد التركي، فوكالة موديز توقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها لتسجل أكثر من 12%، وهي النسبة التي تفوق توقعات البنك المركزي التركي الذي توقع أن تحقق 7.5% بنهاية العام. مؤسسة ستاندرد أند بورز توقعت أيضا انكماشا في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1%، كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا عند التصنيف السلبي ماينس بي بي، لا سيما وأن إجمالي الدين العام في تركيا بنهاية العام الجاري يسجل مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي. البنك الدولي عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الحالي خلال يونيو الماضي، مؤكدا أن الاقتصاد التركي سيشهد تراجعا بنهاية العام، محققا انكماشا بنسبة 3.8% على الأقل، في وقت توقع فيه صندوق النقد انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال 2020. قالت السياسية الأمريكية إليانا روس عضو الكونغرس الأمريكي السابقة إن شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتدعم وتروج للمنظمات الإرهابية. وأضافت روس في تصريحات لوسائل الإعلام أن العائلة المالكة القطرية استغلت قناة الجزيرة في عمليات مشبوهة، فضلا عن استغلالها لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أمريكا ودعم كيانات تصنفها أمريكا بأنها إرهابية. واتهمت النائبة الأمريكية قناة الجزيرة بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. أعربت جامعة الدول العربية عن تأييدها للقرار التونسي الفرنسي الذي اعتمده مجلس الأمن حول جائحة كورونا المستجد، وحثت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع أطراف النزاعات المسلحة للوقف التام والفوري للأعمال العدائية والدخول فورا في هدنة إنسانية تستمر 3 أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات المناسبة وفقا للمبادئ الإنسانية وتنفيذ عملية الإجلاء الطبية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة كورونا وكذلك استجابة الحكومات لها. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم إن هيلان كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون رئيسة ليبيريا السابقة وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها،
كما حذرت المنظمة من أن تفشي الفيروس ما زال مستمراً وأن السيطرة عليه أمر بعيد حتى الآن. أعلنت الإمارات عن تسجيل 532 إصابة جديدة بكورونا المستجد وحالة وفاة واحدة من تداعيات الوباء. وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن إجمالي الحالات المسجلة في الدولة بالإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 53,577 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 328 حالة. أعلنت قطر عن تسجيل 557 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة القطرية إنه تم تسجيل 4 وفيات حتى الآن جديدة بفيروس كورونا. أدانت الصين ما وصفته باتهامات وإجراءات لا أساس لها من قبل الحكومة الأسترالية بشأن هونغ كونغ، وحثت كانمبرا على الكف عن التدخل في شؤون بكين. كان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أقر إجراءات لمساعدة مواطني هونغ كونغ على بدء حياة جديدة في بلاده بعد أن فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا. لا يزال قانون الأمن القومي بشأن هونغ كونغ والذي أقرته الصين نهاية شهر يونيو الماضي يثير حفيظة الدول الغربية. التقرير الذي انتقدته دول غربية عدة دفع رئيس الوزراء الأسترالي إلى الكشف عن إجراءات لمساعدة مواطني هونغ كونغ على بدء حياة جديدة في أستراليا، بما في ذلك تمديد التأشيرات لمدة 5 سنوات، كما أعلن تعليق اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ. رئيس الوزراء الأسترالي اعتبر أن قانون الأمن القومي الجديد يعد تغييراً جوهرياً في الظروف، وبموجب قانون الأمن يمكن إرسال المشتبه بهم في هونغ كونغ للمحاكمة في محاكم بالبر الرئيسي الصينية. بدورها شجبت الصين تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي وأحثت كانبيرا على الكف عن التدخل في شؤون بكين، كما أكدت أنها تحتفظ بالحق في الرد على تعليق أستراليا لمعاهدة تسليم المجرمين. الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها ألمحت إلى إمكانية تطبيق عقوبات على الصين وأقليم هونغ كونغ على خلفية قيام بكين بتطبيق قانون الأمن القومي. وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إلى أن الصين بفرضها لهذا القانون تسعى للسيطرة على أقليم هونغ كونغ وانتهاك الاتفاق الذي بموجبه أعادت بريطانيا الإقليم إلى بكين. كانت بريطانيا قد أعلنت نيتها تسهيل الحصول على جنسيتها لمواطنين من هونغ كونغ رداً على القانون الصيني الذي قُبل بموجة من الاحتجاجات الشعبية في داخل المدينة. دعا عضو وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى طرح جميع القضايا الخلافية بين بلاده والولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحوار هو المسار الصحيح لمعالجة هذه الخلافات. ورأى وزير الخارجية الصيني أنه لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها نحو تنمية طويلة الأجل يجب ألا يسعى الجانبان لتغيير بعضهما البعض، بل اكتشاف سبل للتعايش السلمي بين الأنظمة والحضارات المختلفة، وأن الحكم على صحة النظام والطريق من حق الشعب فقط، مبينا في الوقت ذاته أن الادعاء بأن نجاح طريق الصين سوف يسبب صدمات وتهديدات للدول الغربية هو ادعاء غير صحيح. نفت إيران أن تكون القوات الأمريكية ضبطت سفينة محملة بأسلحة إيرانية متجهة نحو اليمن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الهدف من هذا الاتهام هو تمديد حظر السلاح الدولي المفروض على طهران. كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة وقوات متحالفة معها لم يسمها اعترضت سفينة قبالة سواحل اليمن يوم 28 من يونيو تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين. Thank you.
وقعت وزارة العدل والاتصالات اتفاقاً على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكانتها. وقالت وزارة العدل إنه تم البدء في إنشاء منظومة للتقاضي عن بعد، والتي تتبلور مرحلتها الأولى في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها من دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة. وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ابتداءً من 15 من يوليو الجاري، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعاً. تشارك وزيرة التخطيط هالة السعيد اليوم في أحد الفعاليات الجانبية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020. هذا وتشارك وزيرة التخطيط في جلسة بعنوان التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإلمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. هذا وتناقش الجلسة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وكيف يغير كوفيد-19 مسار تقدم المنطقة العربية في مجال التنمية المستدامة. أكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتحقيق أهداف استراتيجيتها للتنمية المستدامة مصر 2030. وأشار الوزير في كلمته أمام الدورة العادية 25 للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير فرص تعليمية وبحثية لأكبر عدد من الباحثين والدارسين، والوصول بجودة مكونات المنظومة التعليمية والبحثية إلى مستوى يضاهي نظيره في دول العالم المتقدم، بما يكفل تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، مشيرا أيضا إلى أهمية التعليم في دفع عجلة الاقتصاد وإعادة البناء النفسي والمعنوي والمادي للشعوب. أكد وزير الزراعة السيد القصير أنه كما شهدت الزراعة المصرية نهضة غير مسبوقة على المستوى المحلي داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا نجحت في تعميق التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية. وأشار القصير إلى أن التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية أحد المشروعات التنموية الناجحة للمساهمة في برامج التنمية المستدامة بالدول الإفريقية، وأيضا نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة، حيث تطور المشروع بصورة ملموسة خلال السنوات الست الماضية. وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية. وأشارت المشاط إلى أن هذه المشروعات تشمل القطاعات ذات الأولوية وأبرزها التعليم والصحة والتجارة والاستثمار، معربة عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عاماً مع الولايات المتحدة، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر. ترأس وزير البترول طارق الملا اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بالقطاع، وتم استعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات تطوير منظومة الرقابة على توزيع الوقود وأنشطة التكرير والبتروكيماويات. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تقدم الأعمال في تنفيذ مشروع نظام مراقبة محطات الوقود، والذي يشمل تركيب أجهزة قياس ترتبط آلياً بالمركز الرئيسي لكل شركة تسويق تتبع لها المحطات، ومركزياً بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البترول.
ومن أخبار الطقس مشاهدينا، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري، والقاهرة نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. إذن مشاهدينا، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. السيسي يوجه باستمرار مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وتوفير السلع الاستراتيجية. تغيير وزاري في السودان يشمل 6 حقائب، من بينها المالية والخارجية والطاقة. واشتباكات في البرلمان التركي بين الحزب الحاكم والمعارضة أثناء مناقشة قانون نقابات المحامين. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، قدمناها لحضراتكم نانسي نور وباسم طبانة. ونذكر حضراتكم في نهاية هذه النشرة بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال أو 11785 أفقي. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة.